مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. كالعادة هتبقى حلقة مهمة جدا بالتحديد في الفترة الحالية، لأن هي فترة مليئة بالأخبار اللي بتخص النادي الأهلي، وبالتحديد كمان فيما يتعلق بالمدير الفني الجديد. والكلام هيبقى كتير جدا خلال الفترة الحالية عن كل ما يخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. كلامنا هيكون كتير على مدار الحلقة بالكامل. ضيفنا العزيز في الجزء الثاني من حلقة النهاردة الأستاذ محسن لملوم، الناقد الرياضي بالأهرام، وهنتكلم في كل شيء بتفاصيل دقيقة جدا جدا جدا. قبل ما استفيض في حديثي خلينا نروح نشوف أهم وأبرز العناوين. يلا بينا. اجتماعات مكثفة للجنة التخطيط بالأهلي لاختيار خليفة لاسارتي. الأهلي يستأنف تدريباته تحت قيادة محمد يوسف استعداداً لإطلع بره. فتح الحجز الإلكتروني لمباراة الأهلي وإطلع بره. لاسارتي حزين للرحيل عن أعظم نادي. اتحاد الكرة قرعة الدوري للموسم الجديد بعد 10 أيام. الصحف العالمية تحتفي بمنتخب مصر بطل العالم في اليد. كلوب، صلاح وماني وفيرمينيو يصنعون الفارق دائما. أزمة التحكيم، وفي الحقيقة هنفضل نتكلم في الموضوع ده، لأن الواضح كده لحد دلوقتي إن مفيش علاج لمشكلة التحكيم في مصر، والواضح كمان إن مش هيبقى فيه علاج. طب الحل إيه؟ بصراحة مش عارفين الموضوع ده يتحل إزاي. بقالنا مش سنة واحدة، بقالنا أكتر من سنة الناس كلها بتتكلم في الجزئية دي. إمتى يا جماعة يكون عندنا مستوى جيد للحكام؟ مش عايزين مستوى ممتاز يا سيدي، بلاش مستوى ممتاز، عايزين مستوى جيد بس، لأن فعلا المستوى سيء جدا، ممكن تقول جدا 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 لغاية الصبح زي ما أنت عايز. أخطاء في منتهى السذاجة، أخطاء كارثية بتأثر على مختلف الفرق، بالتحديد على النادي الأهلي. بالتحديد على النادي الأهلي، وإحنا مش بنتكلم هنا على النادي الأهلي بس عشان إحنا في قناة الأهلي، لا، إحنا بنتكلم بواقع ودلائل موجودة وبالفيديو وبالصور بكل حاجة. أخطاء رهيبة الأهلي عانى منها على مدار بطولة الدوري وبطولة الكاس، يعني الموسم الماضي. وفي الحقيقة النادي الأهلي طول عمره بيعاني من التحكيم، يعني طول عمره، وياما نادى بتطوير الحكام، وياما نادى بالفار، وياما خد وعود بتنفيذ أو تطبيق تقنية الفار، ومفيش حاجة حصل لحد اللحظة دي وإحنا مقبلين على الموسم الجديد. فبالتالي الأزمة دي مستمرة معانا، تمام؟ خد عندك كده بقى لحد امتى؟ لحد ما نحس ان التحكيم اتعدل او مستواه ارتفع نسبيا، على الاقل نسبيا، احنا عايزين نسبيا، لان مفيش اسوأ من كده بصراحة، مفيش اسوأ من كده للحكام المصريين. وفي بالمناسبة بعض الاوقات كنا بندافع عنهم نقول هيتحسنوا، هيبقى كويسين، اكتر نادي سند للحكام هو النادي الاهلي، على امل او على اساس ان طبعا دول حكام مصريين، وعلى امل ان هم يتطوروا. لكن واضح ان هم بياخدوا المسانده دي بان النادي الاهلي بيسكت، ان النادي الاهلي راضي بالاداء ده. لا، الاهلي مش هيسكت، وهيفضل يسعى ويحاول ويصر على تطوير مستوى التحكيم المصري. بالتالي النهارده كان في خطاب ارسله النادي الاهلي للاتحاد المصري لكره القدم بخصوص الحكام. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بخطوات فعلية لإيقاف أخطاء التحكيم. خطوات فعلية يعني إيه؟ وأنا هقرأ لكم طبعًا الخطاب اللي أرسل أو الخبر اللي نزل في الموقع الرسمي للنادي الأهلي. خطوات فعلية يعني إيه؟ يعني ما تدينيش تقول لي إيه إن شاء الله هنعمل. طبعًا كله بمشيئة الله عز وجل، طبعًا مفيش كلام من ده. لكن نفذ بقى. نفذ. أنت ما تنفذش خالص. يا ما قلت هيبقى فيه فار، ويا ما قلت ايه الدور الثاني يا جماعه، بدايه من الدور الثاني هيبقى فيه فار. طيب بدايه الموسم الجديد هيبقى فيه فار، ولا ده ولا ده حصل، ولا في اي حاجه حصل. خلينا نقرا.
الخبر من على الموقع الرسمي للنادي الاهلي. ارسلت اداره النادي خطابا ظهر اليوم لاتحاد الكره او اتحاد كره القدم تؤكد فيه على رفضها القاطع للاخطاء التحكيميه الفجه التي كبدت فريق الاهلي الكثير من بطولات بطوله الدوري والكاس هذا الموسم، وان النادي سبق وان حذر في كتابات عديده لاتحاد الكره عن خطوره استمرار هذه الاخطاء التي تجاوزت نطاق التقديريه، وعرض في السابق الحل القاطع لايقاف هذه الاخطاء بتطبيق تقنيه الفار، وتعهد اتحاد الكره بتنفيذ هذا الحل مطلع يناير الماضي للحفاظ على الشفافيه وتحقيق مبدا تكافؤ الفرص بين كل الانديه. واكد الاهلي في خطابه على انه تحمل فوق الطاقه ونفذ صبره من جراء الضرر البالغ والواقع على فريق الكره بسبب اخطاء التحكيم المؤثره وسط عدم تفاعل من جانب اتحاد الكرة لوضع حد فاصل لهذا الأمر. وجاء في الخطاب أن النادي يتطلع لإعلان اتحاد الكرة عن خطوات حاسمة وفعلية من تدابير فنية وإدارية حرصا على نجاح المسابقة الكروية في الموسم الجديد، حرصا على نجاح المسابقات الكروية في الموسم الجديد، خاصة وأن الاتحاد لم يتقبل ما عرضه الأهلي في السابق والذي سبقتنا إليه كل الدول المتقدمة في لعبة كرة القدم بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد. ويدرس الأهلي حاليا ما لم يكن يتمناه، وهو طلب استبعاد أمثال هؤلاء الحكام عن إدارة مبارياته في الفترة القادمة. تمام، ركزت في الخبر وكلام النادي الأهلي والخطاب اللي تم إرساله لاتحاد الكرة. هل الأهلي عنده حق؟ عنده كل الحق. لو طلب ان هو يستبعد بعض الحكام هيبقى فعلا طلب مناسب، وبعد ما الاهلي صبر ونفذ صبره زي ما مكتوب كده في الخبر، لان في الحقيقه الاخطاء بتاعه جهاد جريشة اول امبارح ماتش بيراميدز اخطاء لو في كلمه اكتر من كارثيه ينفع تتقال قولوها، يعني اخطاء صعبه جدا خسرت الاهلي ببطوله. دول افرحونا واسعدونا جدا 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 يعني، لكن هي كمعلومة بس نوصلها للمشاهد الأهلاوي يعني بالمناسبة يعني. فألف ألف مليون مبروك، وإن شاء الله الفرحة تستمر دايما للشعب المصري والإنجازات تزيد وتزيد إن شاء الله في مختلف الألعاب بإذن الله. ماشي، خلينا نروح سريعا نروح نشوف أهم الأخبار اللي اتكتبت عن النادي الأهلي في الصحف النهاردة. يلا بينا. الأهرام، الأهلي يقيل لاسارتي ويوصف مديرا فنيا مؤقتا. اليوم السابع، نتائج كارثية في مواجهات الكبار محليا وإفريقيا. إقالة لاسارتي من تدريب الأهلي. الوطن، الأهلي يطيح بلاسارتي ويوسف مديرا فنيا مؤقتا. الوفد، الأهلي يفاوض دياز بعد إقالة لاسارتي ومعاونيه الأجانب. هنرد على الخبر. المسا، الأهلي يفتح خزائنه للتعاقد مع المدرب الأجنبي، لا تفكير مطلقا في استقدام الأرجنتيني رامون دياز. هنرد برضه. المساء، محمد يوسف، انا تحت امر النادي في اي موقع، مهمتي تاهيل اللاعبين نفسيا بعد الخروج من الكاس واستعاده الثقه بانفسهم. الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لاطلع بره. الجمهوريه، الاهلي للاسارتي بره 6.5 مليون قيمه الشرط الجزائي، دياز يظهر في الصوره. الأخبار، إقالة لاسارتي، تعيين محمد يوسف مدربا مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي. زي ما حضراتكم شفتوا كده الصحف كلها طبعا بتتكلم على خبر إقالة النادي الأهلي لمستر مارتين لاسارتي المدير الفني الإبرواني السابق للنادي الأهلي. كلام أو عناوين كلها متشابهة في الحقيقة،
بالتالي احنا هنتكلم عن هذا الملف بالتحديد وموضوع المدير الفني للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. طيب هي عباره عن اسئله. النادي الاهلي هيجيب مدير فني اجنبي؟ اه هيجيب مدير فني اجنبي. المده الزمنيه هتكون قد ايه خلال يعني اللي هتتخلل التفاوض مع مدير فني اجنبي؟ لسه مش عارفين بس ان شاء الله هتكون قليله جدا. تمام؟ هل النادي الاهلي بدا بالتشاور فيما يتعلق بالسيفيهات لحد امبارح؟ كان لسه امبارح الاجتماع كان عباره عن ايه؟ الاجتماع كان عباره عن مناقشه اقاله الراجل ولا استكماله لمهمته؟ القرار اتاخد باقاله الراجل. طيب كان تخلل ايه كمان في الاجتماع ده؟ مين اللي هيكون مدير فني مؤقت؟ الاستقرار على الكابتن محمد يوسف مدير فني مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي. ده اللي حصل امبارح. امبارح ما تمش مناقشه اي سي في لاي مدير فني جديد للنادي الاهلي. لكن في نفس الوقت بيوصل عدد من السيفيهات بالاضافه للسيفيهات الموجوده في النادي الاهلي لدراسه بعض هذه السيفيهات والانسب للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه بدايه من النهارده، والاجتماعات في انعقاد مستمر، لجنه التخطيط للكره دايما في انعقاد لحد ان شاء الله باذن الله يكون في مدير فني جديد للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. دي قصه الايه المدير الفني. ان شاء الله ان شاء الله سريعا وقريب بعد دراسه مناسبه جدا هيتم اختيار المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. ان شاء الله نتمناه يكون مدير فني قوي ويقدر يقود النادي الاهلي. بالتالي انا عايز اعلق على خبرين او ثلاثه بالكثير من اخبار الاهلي في الصحف، وهي كلها تتعلق زي ما حضرتك شفت طبعا بمستر مارتين لاسارتي. عايز ابتدي باليوم السابع. اليوم السابع بيقول لك ان نتائج كارثيه في مواجهات الكبار محليا وافريقيا. هما كاتبين بدل لاسارتي كاتبينها سالارتي، مش هما كاتبينها او لاسارتي، اه يعني حاطين اللا في النص، ماشي اوكي. فالمهم يعني هو فعلا الراجل فشل في المواجهات الكبيره في الحقيقه، يعني فاز بس على الزمالك في مباراه واحده وتعادل معاه في مباراه ثانيه، وخسر من بيراميدز في ثلاث مباريات، وتعادل مع الاسماعيلي مباراه، وكسب بس المصري كمان، يعني يعتبر من الفرق الكبيره كسبت ماتشين بس. فمش ده طبعا طموح النادي الاهلي، لكن هو في كل الاحوال كان النادي الاهلي لازم ان هو يستنى لحد لما تيجي الوقت او يجي الوقت المناسب للتقييم، والوقت المناسب فعلا في الحقيقه كان اليومين دول، يعني بعد انتهاء الموسم بشكل كامل، الدوري خلص والكاس اهو خرجت منه خلاص، فانت هنا بتقيم بقى، وهو ده الصح دايما، لان انت لما تيجي تفكر كده تقول هل لما مدرب بيخسر نتيجه كبيره تاني يوم امشيه؟ بيحصل كده في العالم؟ ما بيحصلش. عندك امثله كتيره جدا جدا. يوناي امري لما خسر مع باريس سان جيرمان من برشلونه في المنتدى الشهيره، وهو كان الاقرب لحد اخر ثلاث دقائق في الماتش انه يوصل خلاص، وايه فرق ثلاث اهداف، جه ثلاث اهداف وخرج بره. هل مشي في توقيتها؟ لا، مشي بعد نهايه الموسم. فرانك لامبرت مع تشيلسي خسر 4-0 في المباراه الافتتاحيه امام مانشستر يونايتد وكمل. مين تاني؟ في امثله كتير جدا يعني. في امثله كتير. برشلونه نفسها لما خسرت 4-0 من ليفربول بعد ما كانت كسبانه 3-0 هناك في الكامب نو، فالفيردي مكمل لحد دلوقتي رغم اختلاف طبعا جميل برشلونه على هذا الرجل يعني في الحقيقه، لكن في كل الاحوال الراجل مكمل. الناس عارفه المشروع بتاعهم، النادي الاهلي عارف مشروعه ايه، فاستنى التوقيت المناسب للتقييم، والتوقيت جه وقيم وقرر بس كده خلاص. نروح لخبر اخر. منين؟ من الوفد. الكلام بقى بالتالي على مين؟ على رامون دياز كتير شويه. هل ممكن رامون دياز يكون مرشح من المرشحين؟ وارد، ليه لا؟ وارد ان يكون مرشح. هل في اتجاه للنادي الاهلي للتعاقد مع هذا المدرب؟ حتى الان مفيش اي اتجاهات خالص. مفيش اي اتجاه للنادي الاهلي للتعاقد مع اي مدير فني بعينه. لكن هتلاقي اسماء كتير جدا مرشحه بالمناسبه طبعا على مدار الايام الجايه هنسمع 200 اسم لمدير فني هو الاقرب لنادي الاهلي، مختلف المواقع والجرايد وكل واحد بيحاول يجتهد طبعا، يعني ده حقهم طبعا. لكن هي مرحله التوقعات دلوقتي اللي هي اللي جايه دي من النهارده كده وانت طالع لحد ما النادي الاهلي يعلن بشكل رسمي عن المدير الفني، فما تصدقوش لسه. لسه ايا كان مين الاسم اللي بيطرح في الجرايد وفي المواقع لسه خالص. يعني هتلاقي اسماء وعكسها واسماء مختلفه عن بعضها وكل حاجه. فبخصوص يعني رامون دياز، من الوقت بيقول لك ايه الاهلي فاوض دياز بعد اقاله لاسارتي ومعاونيها الاجانب، لحد دلوقتي مفيش اي تفاوضات مع اي شخص معين.
وحتى لما هيبقى في تفاوضات هتبقى سريه مش حدش هيعرفها يعني، دي طبيعه النادي الاهلي في الحقيقه يعني. فده بالنسبه لرامون دياز. في المقابل بقى المسا بتقول لك ايه؟ لا تفكير مطلقا في استخدام الارجنتيني رامون دياز. اذا الخبر وعكسه، وده اللي حضراتكم هتقابلوه خلال الفتره اللي جايه وهتعيشوه خلال الايام اللي جايه، لحد زي ما قلت لكم ان النادي الاهلي يعلن عن المدير الفني الجديد، فبالتالي اسماء كثيره هتكون مطروحه. وانا مش باكد لحضراتكم هنا ان رامون دياز بره الصوره او جوه الصوره، وارد ان هو يكون من الاسماء المرشحه بشكل طبيعي لانه مدير فني ليه مسيره في الدول العربيه بشكل كامل يعني في مصر وبتاع، فوارد انه يتم ترشيحه. وكلاء عدد كبير جدا من الوكلاء بيبعتوا سيفيهات، والنادي الاهلي عنده مجموعه من السيفيهات، الدراسه هي الاهم والقرار النهائي هو الاهم، والاهم طبعا اكثر اهميه بكل تاكيد يعني. عايز اروح للمسا وفيما يتعلق بالكابتن محمد يوسف، بيقول ايه؟ انا تحت امر النادي في اي موقع، مهمتي تاهيل اللاعبين نفسيا بعد خروج من الكاس واستعاده الثقه بانفسهم، الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لاطلاع بره. هنتكلم عن الاستعدادات دي لاحقا بشكل مفصل، لكن عايز اخد اول جزئين من الخبر، ان الكابتن محمد يوسف بيقول انا تحت امر النادي في اي موقع. في الحقيقه الراجل ده ما بيبخلش اطلاقا بمجهود في اي مكان بيطلب النادي الاهلي فيه منه ان يكون متواجد. مدير كره بتلاقيه، مدرب عام بتلاقيه، مدير فني بتلاقيه وبينجح. فهو الراجل موجود لحد هذه اللحظه طبقا لتكليف النادي الاهلي لي بمدير موقع المدير الفني خلال مباراه اطلع بره او خلال فتره مؤقته صغيره جدا القادمه. ففي الحقيقه كابتن محمد يوسف من الشخصيات، وبالمناسبه الراجل جاب دوري ابطال افريقيا للنادي الاهلي، اخر بطوله دوري ابطال افريقيا حققها النادي الاهلي كانت تحت قياده كابتن محمد يوسف في 2013. معنى كلامي انا مش بقول ان كابتن محمد يوسف يكمل او ان هو هيكمل، لا لا لا، في مدير فني اجنبي، موضوع معروف ومحسوم يعني. لكن انا بقول اللي يستحقه هذا الرجل في الحقيقه يعني. طيب هو بيتكلم على ان مهمتي تاهيل اللاعبين نفسيا بعد الخروج من الكاس، طبعا في شغل نفسي لازم يتعامل مع اللاعبين في المرحله دي، واستعاده الثقه بانفسهم، واحنا واثقين فيهم جدا لان احنا عندنا مجموعه رائعه من اللاعبين المميزين جدا 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 في قائمه النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه. كبوه هتعدي او هزيمه وهتعدي، وان شاء الله القادم افضل بكتير جدا جدا للنادي الاهلي في مختلف التحديات. الجمهوريه بتقول لك ايه؟ الاهلي للاسارتي بره. هي دي طريقه النادي الاهلي يعني، بيقول بره ولا هم بيقولوها يعني مجازا يعني؟ مع احترامنا وتقديرنا طبعا للصحفي اللي كتب هذا الخبر يعني، لكن مش دي طريقه تعامل النادي الاهلي، ما بيقولش لحد بره يعني لو هو قصده كده، لا خالص. شياكه واحترام في التعامل دايما من النادي الاهلي، سواء مع مدير فني هيرحل او مع لاعبين هيرحلوا، شفنا الكلام ده خلال الفتره اللي فاتت فيما يتعلق باللاعبين اللي مشوا النادي الاهلي، القرار طالع ازاي؟ بتوجيه الشكر لمستر مارتين لاسارتي، هو ده اسلوب النادي الاهلي الراقي المحترم، دايما في انهاء اي تواصل او عمل ما بين النادي الاهلي وما بين اي شخص ما اشتغل في منظومه النادي الاهلي بيبقى الانهاء ده في شياكه كبيره جدا وفي اناقه معروفه عن النادي الاهلي دائما، لكن بره دي لا، مش دي طريقه النادي الاهلي يعني. 6.5 مليون قيمه الشرط الجزائي ودياز يظهر في الصوره، الكل طبعا بيتوقع موضوع دياز ده، لكن لحد دلوقتي مفيش الكلام ده، يعني لحد اللحظه اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيها اهي، لا مفيش الكلام ده فيما يتعلق برامون دياز، لكن 6.5 مليون قيمه الشرط الجزائي لا ده مش حقيقي خالص. ده رقم كبير اللي هم بيقولوه ده، مش ده الواقع. قيمة الشرط الجزائي 3 شهور تتمثل في كام؟ أعتقد تقريبا كده في حوالي 450 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي ل مستر مارتين لاسارتي. معلومة يعني، المهم يعني 6.5 مليون دي مش هي دي القيمة الحقيقية يعني، في أقل من كده يعني، أقل من كده عشان برضو ما تاخدوش شيء بشكل حاسم يعني. احنا بنحاول نوضح الأمور على قد ما نقدر بخصوص كل ما يتعلق بالنادي الاهلي خلال الفتره الحاليه والسابقه والقادمه بكل تاكيد يعني. طيب دي كانت اخبار النادي الاهلي في الصحف، نروح للمواقع نشوف المواقع قالت ايه عن النادي الاهلي، يلا بينا. اليوم السابع، اجتماعات مكثفه للجنه التخطيط للاهلي لاختيار خليفه لاسارتي. الوفد
لاسارتي ودع جمهور الأهلي، لم أعد مستمرا في أعظم ناد وأنا من الآن مشجع. سوبر كورة، الأهلي يغلق أحزان الكأس ويبدأ الاستعداد لإطلع بره. فيتو، محمد يوسف يقود مران الأهلي اليوم بعد إقالة لاسارتي. الوطن سبورت، محمد يوسف يبدأ مهمته المؤقتة بجلسة مع لاعبي الأهلي اليوم. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فتح الحجز الإلكتروني لمباراة الأهلي واطلع بره. الفجر الرياضي، الأهلي يكشف حقيقة غياب السولية ورمضان عن السوبر. الكابتن، كارثة، جريشة يعترف بصحة ضربة جزاء الأهلي أمام بيراميدز. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الصافي، خطة إعداد سيدات الطائرة تسير على الوجه الأكمل. في اخبار كتير عن النادي الاهلي في المواقع، في الحقيقه هنعلق على معظمها، لكن هنروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نتكلم في تفاصيل اكتر فيما يتعلق باخبار النادي الاهلي على المواقع. استنونا. أخبارنا والتعليق على كل أخبار النادي الأهلي في المواقع، لكن بس عايز أعلق على جزئية مهمة قوي، لأن برضو هتلاقوا الكلام كتير جدا عن موضوع الشرط الجزائي، وكل واحد بيقدر يحاول إن هو يستنتج الأهلي شرط الجزائي. الكلام ده مش هيكون حقيقي خالص، أي حاجة هتسمعوها أو هتقروها هيكون كلام غير حقيقي. طالما إن النادي الأهلي ما أعلنش بشكل رسمي عن الشرط الجزائي اللي اتدفع، يبقى ده شيء بيخص النادي، فأي اجتهادات ما تصدقهاش، والحقيقه دايما بتبقى موجوده داخل النادي الاهلي. وفي الاخر يعني ده شيء مادي ما يخصش يعني غير المدير الفني والنادي يعني بشكل محدد يعني. فموضوع الشرط الجزائي ده ما تصدقهوش خالص يعني. طب ما فيش اي حاجه اتعلنت بشكل رسمي النادي الاهلي. المهم نبتدي باليوم السابع، واتكلمت على النادي الاهلي في ايه؟ بتقول اجتماعات مكثفه للجنه التخطيط بالاهلي لاختيار خليفه لاسارتي. زي ما قلنا لحضراتكم الاجتماعات هتكون كتير خلال الفترة اللي جاية، وفي انعقاد مستمر لحد انهاء او الانتهاء من هذا الملف. فهنشوف خلال الفترة اللي جاية طبعا لجنة التخطيط بتشوف الانسب، طبعا بالتشاور مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، الانسب اللي هيكون او يقدر يقود النادي الاهلي والفريق الاول لكرة القدم بالتحديد خلال الفترة القادمة، واللي يقدر يحقق اهداف النادي الاهلي وجماهيره، وده شيء مهم جدا. تمام، نروح للوفد. ولاسارتي بيودع جمهور الاهلي وبيقول ايه؟ لم اعد مستمرا في اعظم نادي وانا من الان مشجع. وده كلام كتبه مستر لاسارتي على انستجرام طبقا لموقع الوفد. يعني كتب ايه؟ قال ان انا اشعر بالاسف تجاه جماهير الاهلي وحزين لانني لم اعد مستمرا مع اعظم نادي مره اخرى، انا من الان مشجع لهذا النادي. كلام حلو ومحترم وبيأكد على الكلام اللي احنا قلناه، ان العلاقه دايما بتكون كويسه في حاله انهاء اي صيغه تعاقديه ما بين الاهلي ومدرب او مدير فني في النادي في اي لعبه من الالعاب، او الاهلي واي لاعب موجود داخل القلعه الحمراء. دايما الاحترام هو السمه اللي بيتعامل، او هي السمه اللي بيتعامل بيها النادي الاهلي مع كل اللي موجودين في المنظومه بتاعته. فكلام كويس من مستر لاسارتي في الحقيقه، واحنا بنشكره كل الشكر على المرحله اللي فاتت اللي قاد فيها النادي الاهلي، منتهى الاحترام طبعا، وده اللي معتادين عليه دايما داخل القلعه الحمراء. نروح لفين؟ سوبر كور، وده الاهم بقى. الاهلي يغلق احزان الكاس ويبدا الاستعداد لاطلع بره. خلاص مرحله خلصت، بطوله وخرجت منها خسرتها،
الاهم انك تفكر في اللي جاي. اللي جاي عندك ايه؟ عندك مباراه الاياب مع اطلع بره، وبعد كده تخش بقى في السوبر وفي بطوله الدوري ان شاء الله كمان شهر بالظبط، مباراه السوبر مع الزمالك، السوبر المصري بتاعت السنه اللي قبل اللي فاتت دي اللي قبليها. هيكون يوم 18/9، وبعدين الدوري يبتدي تاني يوم على طول. لسه جدول الدوري احنا مش عارفين القرعه ايه ولا مين هيلعب مين ولا اول ماتش ايه لغايه دلوقتي يعني لسه، فهنعرف يعني. لكن المهم ان انت خلاص انسى اللي فات واطوي الصفحه، وزي ما قلنا حضراتكم امبارح الاهلي لو كسب بيطوي الصفحه ولو خسر بيطوي الصفحه، لان بيركز في اهدافه القادمه واللي لازم ان هو باذن الله يحاول يحققها بقدر المستطاع يعني، عشان يسعد دايما كل جماهير القلعه الحمراء. فالتركيز والاستعداد لمواجهه اطلع بره هيكون مهم جدا. بالتالي عايز اتكلم شويه على استعدادات النادي الاهلي لهذه المواجهه. النهارده الفريق بيستأنف في تدريباته بعد راحه امبارح لمده 24 ساعه. بيقود التدريبات مين؟ بالطبع الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت في النادي الاهلي. وتدريبات هتكون مهمه جدا، فيها شق نفسي وذهني مهم جدا من الجهاز الفني مع اللاعبين، وفيها اكيد شق بدني وشق استشفاء، فيها بعض الامور المهمه جدا في التدريبات النهارده. انت المباراه خلاص عندك يوم الجمعه اللي جايه يوم 23 مع فريق اطلع بره مباراه الاياب. استعدادات ان شاء الله تكون قويه، حتى لو خلاص الموضوع شبه محسوم طبعا في مباراه اطلع بره يعني نسبه كبيره، انت كسبت مباراه الذهاب 4-0 اللي هي مباراه تعتبر بتاعه كمان فريق اطلع بره، فالمهمه مش صعبه في الحقيقه يعني، المهمه مش صعبه، لكن هي مهمة جدا هذه المباراة عشان تقدر تستعيد الثقة بشكل كبير، وتقدر ان انت معنويا تجهز لما هو قادم بشكل اكبر يعني. فمباراة ان شاء الله معنويا هتكون مهمة جدا بالنسبة للاعيبة النادي الاهلي خلال الفترة الحالية. فيتو بتتكلم عن محمد يوسف يقود مران الاهلي اليوم، وده اتكلمنا فيه خلاص. كابتن محمد يوسف هو المدير الفني المؤقت، لكن الوطن سبورت تتطرق لايه؟ تتطرق ان الكابتن محمد يوسف يبدا مهمته المؤقته بجلسه مع لاعبي الاهلي اليوم، جلسه اللي هو خلاص يا جماعه اللي فات خلص واللي جاي هو الاهم، وده دايما اللي بيفكر فيه النادي الاهلي دائما. عشان نقرب من الصوره بشكل اكبر وادق، خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي واللي متواجد في استاد مختار التتش بالجزيره، عشان يقول لنا كل الاخبار والكواليس الخاصه بتدريبات النادي الاهلي اليوم. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميل امير، اهلا بيك واهلا بكل فريق قناه الاهلي. طمنا يا كريم، الاخبار عندك ايه؟ يمكن طبعا حاله حزنه اكيد كبيره جدا كانت على لاعبي النادي الاهلي، وطبعا مش هنتكلم في الظروف اللي فاتت زي ما انت اكدت وقلت للكابتن محمد يوسف بالفعل بعد توليل القياده الفنيه. كريم حاول تتحرك كده يمين او شمال عشان نسمعك كويس، الصوت مش واضح. كريم طب نحاول نعاود الاتصال بزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، عشان عايزين نعرف في الحقيقه كل الاخبار الجديده هناك في التدريبات والامور ماشيه ازاي. طيب خلينا نروح للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي بيقول فتح الحجز الالكتروني لمباراه الاهلي واطلع بره، وده خبر في الحقيقه مهم يعني. الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي اكد على فتح باب الحجز الالكتروني اونلاين لتذاكر مباراه الاهلي وفريق اطلع بره بطل جنوب السودان في اياب دور ال 64 لبطوله افريقيا بدايه من الثانيه 10 صباح الاثنين وحتى الثانيه 10 من صباح الاربعاء المقبل. واوضح المدير التنفيذي انه يمكن للساده حاملي بطاقه الجمهور حجز التذاكر التاليه: درجه موحده، درجه اولى يسار، مقصوره اماميه، وذلك من خلال الرابط التالي، الرابط اللي هو ticketing.ahliegyptfans.com، وتحدد مبلغ 30 جنيها للدرجة الموحدة و100 جنيه للدرجة الأولى يسار و200 جنيه للمقصورة الأمامية. المباراة طبعا مباراة الأهلي واطلع بره تقام يوم 23 من أغسطس الجاري على استاد الجيش ببرج العرب، وانتهت مباراة الذهاب زي ما حضراتكم عارفين بفوز النادي الأهلي نتيجة 4-0. ده أيضا كان خبر مهم عشان الراغب إن هو يحضر هذه المباراة في استاد الجيش ببرج العرب يوم الجمعة إن شاء الله يلحق يحجز تذاكر هذه المباراة. رجعنا لكريم مرة ثانية. يا كريم أهلا بيك من جديد، طمنا آخر الأخبار عندك. بعتذر طبعا لكل الساده المشاهدين، بكملك طبعا زميلي امير. زي ما احنا عارفين الايام الماضيه وبالتحديد اليوم الامس كان
راحه بالنسبه للفريق للنادي الاهلي، لكن زي ما باكد لك كابتن محمد يوسف القائم باعمال المدير الفني اجتمع مع لاعب النادي الاهلي، والتاكيد كان على المرحله القادمه. امير خلاص يمكن الشرط حصل وخرجنا من الكاس خلاص، نقول قدر الله ما شاء فعل. المرحله القادمه عايز اكلمك كمان على الجانب الاخر، سواء الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره او اسماعيل في اجتماعات مستمره للوصول لفني جديد بشخصيه النادي الاهلي، بطموحات النادي الاهلي، يكون في ارتباط كبير كالعاده زي ما احنا عارفين بين الجمهور وبين اللاعبين. كل ده ان شاء الله باذن الله بنتمنى انه يكون في اسرع وقت زميل امير قبل انطلاق الموسم الجديد. لكن بشكل عام النهارده اول تدريب للكابتن يوسف، شايف بعض اللعيبه كده ما بتشاركش في التدريب امير، يعني شايف الشناوي بيجري منفرد، محمد هاني بيجري من الواضح ان بعض اللعيبه عندها بعض الاجهاد العام، زي ما بنسال على طول اللعيبه اللي بتتمرن بشكل فردي بيقولوا ان بعض اللعيبه عندها اجهاد عام، لكن التدريب بادئ في مجموعتين في هذه اللحظات. الكابتن يوسف اكيد النهارده مش هيبقى في تدريب تكتيكي كالعاده، النهارده هيكون في تدريب نقدر نقول نوعا ما في جزء خططي بسيط جدا، لكن غدا وبعد غدا يكون تدريبات كلها مكثفه بالنسبه للتكتيك. كل الامور ان شاء الله باذن الله تكون مع النادي الاهلي ومع الكابتن محمد يوسف. المسانده امير مطلوبه جدا والدعم مطلوب من كل جمهور للنادي الاهلي في هذه المرحله. احنا بالاكيد يعني المساعده للكيان ليس الاسماء فقط لا غير، مرحله مهمه ومرحله صعبه، لكن خلاص النادي الاهلي قدر ان هو يخلي الكابتن محمد يوسف كمدير فني مؤثر. ان شاء الله كلنا ورا النادي الاهلي ورا الجهاز الفني بالكامل. مباراه بطل جنوب السودان باذن الله ان شاء الله النادي الاهلي يستمر في سلسله الانتصارات، ادى مباراه اكثر من رائعه خلال المباراه الاولى بحضور جماهيري اللي كلمه السر، بناكد كمان على مباراه العوده ان شاء الله باذن الله في استاد برج العرب يكون فيها نفس الحضور الجماهيري وتكون كلها مسانده وكلها دعم وتحفيز لفريق النادي الاهلي. على الجانب الاخر كمان اقدر اقول لك ان سعد سمير بيواصل التاهيل، محمد محمود بيواصل التاهيل، شريف اكرامي ده عايز اتكلم عليه معاك يا امير، اتفضل. النهارده شايفين شريف اكرامي بيتدرب بشكل قوي جدا مع الكابتن طارق سليمان، كلها تدريبات بالكره، واضح ان شريف خلاص دخل في المرحله النهائيه للوصول الى التدريبات الجماعيه ان شاء الله من جديد خلال الايام القادمه. اخر الشهر ان شاء الله امير يشترك شريف اكرامي في التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي. انا معاك يا زميلي امير لو في اي استفسارات. المحاضرات، هل في محاضره قبل المران مع من الكابتن محمد يوسف يا كريم مع اللاعبين خصوصا بعد الهزيمه في المباراه الاخيره؟ بالتاكيد يا امير كان في محاضره كلها تحفيز وكلها حديث عن المرحله القادمه والمباراه القادمه، ولابد يكون في غلق تام لكل ما حدث خلال الايام الماضيه، منها مباراه بيراميدز، منها رحيل المدير الفني السابق مستر مارك لاسارتي. كابتن محمد يوسف قال لابد ان يبقى في غلق نقفل على نفسنا بشكل كبير كويس. المرحله اللي جايه محتاجه تركيز من كل لعيبه النادي الاهلي، محتاجه انكار ذات كبير جدا، ده الكلام اللي كان بيقوله الكابتن محمد يوسف لكل اللاعبين. واكيد الدور الكبير على اللعيبه الكبار داخل المستطيل الارضي للنادي الاهلي، عاشور، ابرامي، مش عايز انسى طبعا من كل اللعيبه، احمد فتحي، وليد سليمان، كل اللعيبه دي ليها دور كبير وان شاء الله يعني باذن الله المباراه القادمه مباراه بطل الدور من جديد يسعد جمهور النادي الاهلي ومنها في البطوله حلم ان شاء الله على النادي الاهلي هذا الموسم باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا. وكريم قال لنا كل الاخبار بتتعلق بالفريق خلال تدريباته خلال هذه اللحظات بعد استئنافها بعد مباراه بيراميدز، واتكلم في جزئيه مهمه جدا وهي ضروره المسانده والدعم. كريم اتكلم في الجزئيه دي في الحقيقه من قبل جمهور النادي الاهلي خلال المرحله الحاليه. احنا بالنسبه او بالنسبه للجماهير الاهلاويه الاخفاق في البطوله دي بتبقى حاجه كبيره، لكن في نفس الوقت هو موضوع وارد مش مقبول طبعا عند الجماهير الاهلاويه، وانا بتفاهم ده جدا وكلنا بنتفاهم ده وكلنا بنبقى زعلانين يعني، لكن في نفس الوقت الوقت اللي بيحتاج فيه الاهلي لجماهيره هو الوقت الحالي، ان انت تساند وتدعم بشكل قوي اللاعبين كلهم لازم تدعمهم، بالاضافه ان شاء الله للجهاز الفني اللي موجود بالجديد اللي هيجي، لان التدعيم والمسانده هي الاساس في تحقيق كل الاهداف والالقاب. كلام مهم واخبار كانت مهمه. خلينا نكمل تعليقنا على بعض الاخبار في المواقع ونروح للفجر الرياضي. الاهلي يكشف حقيقه غياب السوليه ورمضان عن السوبر. الكلام طلع بعد مباراه بيراميدز كتير قوي ان رمضان وسوليه وايمن اشرف مش هيلعبوا مباراه الزمالك في السوبر لان الانذار الثالث وكلام من ده. لا، اللي مش هيلعب بس هو ايمن اشرف طبقا للخبر اللي مكتوب من الفجر ان ايمن اشرف مش هيلعب لان هو خد طرد. طبيعي لما تاخد طرد فخلاص، حتى لو فتره كده ثانيه جت في النص او بالتحديد يعني موسم انتهى وموسم جديد هيبتدي فبتكمل الطرد ده، مش تلعب اول ماتش ليك في الموسم الجديد. لكن الانذارات بتسقط مباشره
بعد ما يخلص الموسم، بعد ما يخلص الموسم. فبالتالي رمضان هيكون موجود في ماتش الزمالك، وعمرو السولية هيكون موجود بشكل طبيعي في ماتش الزمالك. جزئية أيمن أشرف دي عايز أتأكد منها يا جماعة، لكن حسب الخبر من الفجر الرياضي إن أيمن أشرف مش هيلعب عشان طيب يبقى أكيد الطرد ما بيترفعش، يبقى كده أيمن أشرف مش هيلعب مباراة الزمالك. هي الإنذارات اللي بتسقط بس مع الموسم الجديد زي ما أكدنا لحضراتكم. طيب موقع الكابتن، واحنا خدنا الخبر ده في اول الحلقه اتكلمنا فيه بشكل مفصل، كارثه. هم كاتبين كده موقع الكابتن، كارثه. جهاد جريشة يعترف بصحه ضربه جزاء الاهلي امام بيراميدز. هي فعلا كارثه على حد وصفهم، يعني كارثه كبيره، لان انت خسرت فريق بطوله. هتقول لي طب ما هي ركله جزاء كان وارد ان هي تضيع. يا راجل اعمل اللي عليك وخلاص، يعني مفيش حاجه في الكوره اسمها كده ان ركله جزاء ممكن تيجي وتضيع وبرده تخسر بطوله. ده خلاص، بس انت اعمل اللي عليك، احسب ضربه الجزاء الواضحه اللي انت ما رضيتش تحسبها. مش عارف ما رضيتش تحسبها ليه، يعني لو انت مش شايف طب الحكم المساعد او الاضافي مش شايفين ليه؟ فاتكلمنا في الجزئيه دي وهنفضل نتكلم فيها بالمناسبه، يعني هنفضل نتكلم كده على مدار الايام اللي جايه، هنفضل نتابع الملف ده. نفسنا بصراحه المنظومه كلها تتطور، نفسنا نشوف كره قدم في مصر حقيقيه تواكب التطور اللي موجود في العالم كله في كل الدوريات بالمناسبه. سيبك بقى من دوريات الاوروبا الاوروبيه، ده الدوريات اللي جنبك والقريبه منك اتقدموا عنك بكتير بكتير جدا. يعني نروح للموقع الرسمي للنادي الاهلي. الصافي، خطه اعداد سيدات الطايره تسير على الوجه الاكمل. كابتن حمدي الصافي طبعا المدير الفني سيدات الطايره بالنادي الاهلي، ودول في الحقيقه بيحققوا القاب كتير جدا وبطولات وبيفرحوا دايما الجماهير الاهلاويه. بيتكلم على خطه الاعداد الحاليه وقال ان احنا عندنا شق بدني وشق فني مهم جدا. الجانب البدني احنا خلاص على وشك النهايه منه، وعندنا كمان الجانب الفني بنستعد ليه وبنطوره من خلال المباريات الوديه. اتكلم كمان على صعوبه المنافسه في الموسم الجديد، وقال ان كل الفرق محضره نفسها بشكل كويس جدا، وقال البطولات كلها هتكون صعبه لكن هم جاهزين بشكل كبير جدا كفريق الطايره سيدات في النادي الاهلي انه لحصد المزيد والمزيد من الالقاب على غرار طبعا المواسم السابقه. اتكلم كمان وتطرق للاصابات اللي في صفوف فريقه، وقال ان احنا بنعاني من بعض الاصابات، ابرزهم ايه الشامي ومروه مجدي، دول ابرز اصابتين في النادي الاهلي. اشار كمان انه معجب جدا بقدرات وفنيات المحترف البرازيليه اللي قدر النادي الاهلي ينتدبها وتلعب في مركز اربعه، وقال ان هي لاعبه مميزه جدا وكانت بتلعب كمان في صفوف المنتخب البرازيلي الاولمبي، فبيشيد بيها كل الاشاده. قال ان احنا عندنا سياسه في النادي الاهلي بتتعلق بالاعتماد على قطاع الناشئين، فبالتالي احنا عندنا دمج ما بين اللاعبات الكبار واللاعبات الناشئين عشان نطور منهم وعشان نستفيد منهم طبقا لسياسه النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. كمان تطرق لدعم مجلس اداره النادي الاهلي ليهم دايما، وكل الاحتياجات اللي بيطلبوها بتتلبى دائما، فبيشكر مجلس الاداره بشكل كبير. نتمنى لهم كل التوفيق خلال الفتره المقبله. دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، لكن عندنا اخبار محليه واخبار عالميه كتير، خلينا نروح نشوفها. يلا اليوم السابع، اتحاد الكرة يغرم الأهلي 10,000 جنيه وإيقاف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة. سوبر كرة، الجبلاية يخاطب فيفا لتحديد موعد إعلان اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة. الفجر الرياضي، مدرب منتخب مصر يورط المحترفين. بوابة فيتو، اتحاد الكرة قرعة الدوري للموسم الجديد بعد 10 أيام يا مسهل. اليوم السابع، اتحاد الكرة يغري المدربين ب 200,000 جنيه تعويضات لتفعيل مشروع التأمين. بوابة الوفد، اتحاد الكرة يدرس زيادة بدلات الحكام في الموسم الجديد. الجمهورية أونلاين، الصحف العالمية تحفي بمنتخب مصر بطل العالم في اليد. اليوم السابع، 1,800,000 جنيه إجمالي مكافآت أبطال اليد. صدى البلد، أبطال العالم بعثة منتخب مصر لكرة اليد تعود لأرض الوطن غدا إن شاء الله. مبتدأ، بمشاركة مصر اليوم انطلاق دورة الألعاب الإفريقية في المغرب.
بطولات ذا صن توضح كم حصل محمد صلاح على كل هدف مع ليفربول في الدوري الانجليزي موسم 2018-2019. الوطن سبورت، كلوب، صلاح وماني وفيرمينيو يصنعون الفارق دائما. بوابة الشروق، لاعب أستون فيلا، اللغة تصعب التواصل مع تريزيجيه وهذا دور المحمدي. بوابة أخبار اليوم، السوبر الإماراتي يغيب عن القاهرة ويقام في 14 سبتمبر. 360 توخيل، نيمار لن يرحل عن باريس سان جيرمان إلا في حالة واحدة. سكاي سبورت، الكالتشيو، فرونتينا يبدي اهتمامه بريبيري. يورو سبورت، رسميا كوتينيو لاعبا في صفوف بايرن ميونخ. طيب، أخبار كتيرة جدا مهمة سواء في الجانب المحلي أو الجانب العالمي، وكمان عندنا تصريحات أهم وأهم جدا جدا لنجمنا المصري النهاردة محمد صلاح بخصوص الإخفاق في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر. هنتكلم في كل هذه الأمور بتفاصيل كتيرة جدا مع ضيفنا العزيز الأستاذ محسن لملوم بعد الفاصل. يلا بينا. بينورني ويشرفني في هذه اللحظات الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي الكبير بالاهرام. يا استاذ محسن بتنورنا وتشرفنا كالعاده. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله زي الفل. عندنا ملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، عايزه تيجي بتصريحات نجمنا المصري محمد صلاح النهارده، تصريحات مهمه جدا جدا لشبكه سي ان ان، واللي اتكلم فيها عن سبب الاخفاق في بطوله الامم الافريقيه مع مصر. اخيرا صلاح خرج عن صمته، اتكلم قال كان هناك ضغوطا كبيره على اللاعبين، كل مباراه حضرها 80 الف متفرج في الملعب، اللاعبون شعروا بالضغط ولم نقدم اداء على اعلى مستوى بكل صراحه. انا لا اتحدث عن اللاعبين، ابرئ نفسي من المسؤوليه، لكن كفريق واحد لم نقدم اداء جيدا، اللاعبون لم يكونوا سعداء بالكثير، ركز بقى الجزء دي، بالكثير من الاشياء التي حدثت في المعسكر. فتطرق بقى للمعسكر، واضح ان احنا بنكرر اخطائنا بتاعت روسيا. هي صحيح. تمام. فتطرق بقى لموضوع المعسكر، قال ايه؟ عندما كنا في الفندق كان الجمهور يتواجد حولنا بكل سهوله، حين كنت أخرج من غرفتي أجد نحو 200 شخص يلتفون حولي، لا أجد أعضاء اتحاد الكرة يقولون لي لماذا تتذمر من ذلك. يا سلام، أنا أشتكي لأنني إنسان أريد أن أكون مع اللاعبين، أريد أن أستمتع بحياتي. وآخر حاجة يعني، وفي بقى جزئية تانية هنتكلم فيها فيما يتعلق وردة، بس آخر حاجة قالها في الخبر ده، عندما أحاول أن أقول شيئا ما فأنا أقول نيابة عني وعن اللاعبين، لأن اللاعبين يتحدثون معي كثيرا وكلام من تعليقك. لا، شوف، هو في تصريحات الكابتن محمد صلاح هو أدان المسؤولين اللي كانوا اتحاد الكره، وأدان نفسه. أدان نفسه طبعا بالنيابه عن اللعيبه، أدان اللعيبه يعني. تمام. الجزئيه بتاعت المقرره بتاعت اللي حصل في كاس العالم في روسيا بالنسبه للمعسكر، بتتكرر تاني، ده كلام موجه للمسؤولين اللي هم خلاص ما عادوش موجودين. فبالتالي القضيه بقى طرحت مشاع، فما فيش قضيه. لكن الجزء اللي هو بيتكلم عليه الاولاني انا معترض عليه، اللي هو بيتكلم على الضغوط. ضغوط ايه؟ انتوا لعيبه لعبتوا كاس عالم، لعبتوا من سنتين كاس امم افريقيه بره مصر، وصلتوا للنهائي صح ماشي في الجابون، وخسرتوا وانتوا كنتوا افضل في الشوط الاولاني لو تتذكر قدام الكاميرون. يعني في النهايه خسرنا مش مشكله، والناس حتى كانت راضيه. انتوا لعبتوا كاس عالم، اي نعم انتوا فضحتونا وخسرتوا الثلاث ماتشات وظهرنا بشكل مش كويس، لكن ما تقولش ضغوط. انت لاعب في الدوري الانجليزي، اقوى بطوله في العالم، ومعاك مجموعه برضو في نفس الدوري الانجليزي، ومجموعه محترفين عمرها يعني ما حصلش في تاريخ الكره المصريه ان كان في هذا الكم يعني. فما تتكلمش عن ضغوط خالص، 80,000 ايه ولا 100,000 ايه، لا دي وبعدين هم متعودين على كده بالظبط. وبعدين بطوله كاس الامم بالنسبه لمصر زي كاس العالم بالنسبه للبرازيل كده، يعني بياخدوا ومعدي. فما ينفعش احنا ما ينفعش نتكلم في الضغوط. الضغوط لا، انت ما تتكلمش عليها خالص يا كابتن صلاح، معاك في الجزء الثاني اللي هو الفوضى او البتاع، بس ده المسؤولين هو اللي مفترض يرد عليه. الجزء اللي خلى احنا كجمهور قبل ما نكون حتى في الوسط الاعلامي، احنا مش متعاطفين مع الفريق بسبب الاحداث اللي حصلت، مشكله ورده وبقى والتعاطف اللي حصل مع امور الشارع نفسه ما كانش راضي عنها. بقى اقول لك التصريحات اللي قالها في موضوع عمرو ورده بالظبط ايه. قال لك ايه؟
هم بيسالوه هل ساعدت على اعاده ورده؟ قال بالطبع لا، انا مش قائد المنتخب ومش مدير الفريق ومش المدرب، صدقوني ان كنت قويا لغيرت الكثير من الاشياء. خلي بالك في الكلام اللي بين السطور ده، ما قصدت قوله ان هذا حدث من قبل وحدث الان، نعم يجب ان يحصل على علاج او اعاده تاهيل للتاكيد من ان ذلك لن يحدث مجددا. ده فيما يتعلق بورد. محمد صلاح قوي ماشي، هو يمكن يقصد ان هو بقى مش قادر يغير بتاع، لا طبعا انت قوي، بس انا احنا نقصد حاله اللعيبه. يعني احنا النهارده في جزئيه في موقف ما حصل يعني ماشي، واتحاد الكوره او الجهاز الفني او مش الجهاز الفني، اتحاد الكوره وقتها بقدر المهندس هنا بريده خد قرار الجريء ان هو استبعاد اللاعب خلاص عشان حتى الحفاظ. انت بترجعه تاني ليه يعني؟ انت رجعت لا كان اضافه وقتها والناس حتى المنتخب المصري افتقد تعاطف الشارع المصري معاه، ما بقاش ده موجود خالص. يمكن انا اتذكر مباراه جنوب افريقيا اللي احنا خرجنا بسببها، وانا شفتها على مقهى شعبي، الناس كلها سقفت لجنوب افريقيا وقالت احسن، لان حتى يعني لا يصح الا الصحيح. لا جزء كبير جدا من الموضوع اللعيبه برده اللي ما ساعدش لاسمها، معتقده ان البطوله على ارضهم فسهله هناخد سهله هنعمل. ده انت اتغلبت من فريق ما كسبش في البطوله كلها الا ناميبيا، واتغلب من كوت ديفوار، واتغلب من المغرب، واتغلب بعدين من نيجيريا بكل سهوله. يعني جنوب افريقيا ما كانتش جايه تنافس، ده انت اللي اديت لها زائد الامور الفنيه اللي مش هنتكلم فيها بقى مع اجر. هو ليه صلاح ما تطرقش في تصريحاته للجانب الفني مثلا؟ يعني غريبه برضه. ما انت ده انت يوم انت فضيت الفرقه ما اعرفش طلعت مني، مش متذكر بقى، انت سبت الهجمات المرتده، لو اجادها فريق لو معاك فريق سريع كان كسبك 2-3 في اخر ربع ساعه. بالزبط. يعني لو بوركينا فاسو كانت مشتركه في البطوله دي ولعبتك مشهورين طبعا بالسرعه ورقابهم الخيول كان كسبك ماشي، لكن هو فريق برضه على قده كسبك كده يعني بجون لطشه بالنسبه له، يمكن لعب لعبه مشيت معاه يعني، هو حتى غير مؤهل لكده. فلا طبعا مش مع كابتن صلاح لا في الضغوط ولا في الاحداث اللي بتحصل، لكن معاه في موضوع المعسكر، وان الموضوع بيتكرر بعد روسيا. يعني كده روسيا حصل نفس الموضوع. لا والله كويس ان الكلام ده طرح دلوقتي عشان اللي جاي يبقى عارف تماما ان الموضوع ده ما يتكررش. استاذ محسن، الكلام ده طرح ايام روسيا واتكرر. عارف حضرتك ليه؟ لان هم الناس اللي كانوا موجودين في اتحاد الكره كانوا بيتعاملوا مع الموضوع على انه سبوبه. سبوبه بمعنى ايه؟ لا سبوبه بجد. ليه بقى؟ احنا يا عم مش هناخد كاس العالم، فيطلعوا لنا بقى منها قرشين، ده يصور مش عارف ايه، وده يدخل كاميرا. ايوه طبعا، ما هو مصر هتاخد كاس العالم؟ كله فاكر اكيد. لا طبعا اكيد لا، بس طبعا بس طبعا انا مش مع كده. انا ان العب برجوله وشرف واخرج حتى، احاول اوصل لابعد نقطه. ما هو المنتخب بتاع 90 خرج من الدور الاول وخرج في المركز الرابع والاخير، بس كلنا نتذكره بكل خير طبعا. ماتش بطوليه، مباراه بطوليه قدام هولندا، ومباراه قويه ما كانتش قويه قوي يعني قدام ايرلندا، وهزيمه بصعوبه قدام انجلترا. فانت دي تصريحات صلاح في السي ان ان. فانت عملت اللي عليك، خرجت رابع بس عملت عليك. لكن انت النهارده انت اتاهلت او عملت، لكن وحتى في كاس العالم كان شكلك وحش غلبت الثلاثة، لكن انت ما عملتش اللي عليك. انت يعني ما كانش في اداء رجولي في الملعب. فالمسؤولين تعاملوا على هذا الاساس، وكان في بعض اللعيبه برضو موجوده في المنتخب كان بتسهل دخول كاميرات القنوات الفضائيه مقابل فلوس. يعني هم تعاملوا ان ايه في روسيا بس، والناس معروفه يعني بالاسماء. يعني عايز اقول لحضرتك ان هم تعاملوا مع المنطق ده بانه سبوبه وجايه خلاص. القنوات في قنوات حصريه واخده الماتشات، لكن الكواليس بقى ايه؟ اللي يعرف يسلك حاجه يسلكها، فكله سلك كله خد فلوس. هم اتعاملوا من هذا المنطلق، ده كويس جدا انه بيجي في الفتره الحرجه دي قبل طبعا دول مشوا يا رب بلا رجعه ان شاء الله. واللي يجي جديد بقى سواء اللجنه مؤقته او الانتخابات بعد سنه ان شاء الله، تيجي ناس تعرف قيمه ده وترجع تاني الكره المصريه لطبيعتها، لان هي بطله افريقيا. الكره المصريه هي زعيم افريقيا سواء على مستوى المنتخبات او الانديه، اهلي وزمالك. فان شاء الله عشان كده تلاقي الاهلي والزمالك ناجحين يعني كانديه، لان مفيش الكلام ده. في هناك احترافيه عاليه، لكن دول بيتعاملوا برضه مع منطق السبوبه. لو ادارات الاهلي والزمالك تعاملوا بهذا المستوى على الكره المصريه السلام. نتمنى ان شاء الله ان الكره المصريه تكون في تقدم وازدهار خلال الفتره اللي جايه، ده شيء مهم جدا بالنسبه لنا كلنا كشعب مصري. عايز اعلق معاك على بعض الاخبار السريعه محليا وعالميا طبعا استفدت بوجودك معايا. نبتدي باليوم السابع، بطوله اتحاد الكره يغرم الاهلي 10,000 جنيه وايقاف سيد عبد الحفيظ مباراه واحده. يعني في عقوبات. فين عقوبه جهاد ريش؟ ولا انت شفت ازاي اداء جهاد جريشه؟ لا انا اشوف انا يعني دايما انا لا ارتكز للتحكيم، يعني دايما بقول ايه يعني سبب خساره الاهلي في مباراه بيراميدز هو 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 الجهاز الفني اللي صار ده. احنا مقررين بكده وبنتكلم في كده فنيا الاهلي، لكن برضو في عوامل رئيسيه بس في ماشي في اخطاء. احنا ما بنتحججش بالتحكيم خالص، في اخطاء في ضربه جزاء واضحه وصريحه ماشي، بس يعني عايز اقول لك ان هم مش هيدينوا نفسهم، يعني ما فيش لجنه هتدين نفسها. زائد ان هم لما طلعت مقوله كده ان هو
ايقاف جهاد جريشه طلعوا نفوها النهارده او امبارح على ما اتذكر، طلعوا نفوها عشان الامور تبقى زي ما هي. لا ما اعتقدش هيبقى في عقوبه في القصه دي، لان هم كابتن محمود سمير عثمان اللي هو رئيس لجنه سمير محمود عثمان اللي هو رئيس لجنه التحكيم الجديد عايز يصحح اخطاء كتيره حصلت قبل كده، من ضمنها انه ما يجيبش حكم اجنبي، والامور اللي انت عارفها يمكن في الماتش ده تحديدا كان بيبقى دايما ليه حكم اجنبي، ماتشين الدوري ذهاب واياب كان حكم اجنبي عشان الحساسيه والناس بتريح نفسها وهات الاجنبي وزي ما يعمل يعني. لكن ده كان جاي ومتحدي في الاول في القصه دي، فانا طبعا بدعمه لان احنا لازم يبقى عندنا الجراءه في المباريات دي. حصل قبل كده في اهلي وزمالك كان شيء جميل، وتحصل بعد كده خلاص بقى يعني مفترض ده اللي يحصل بعد كده. لكن عقوبات ما اعتقدش هيبقى في عقوبات، حتى لو الحكم نفسه اعترف بغلطه ما بينه وما بين هتبقى عقوبات داخليه لو حصلت. وبالمناسبه انا مع ده عشان يبقى الراي العام، لان في النهايه لازم يبقى في اخطاء التحكيم نتعامل معها. لو ده الاصلح اوكي، بس المهم ان يكون في عقوبه، المهم ان الحكم يكون عارف. ما هو هيبقى فيه ومش هتعرفها، مش مهم، مش عايز اعرف، اعتقد ده بس الاهم ان يكون في قرار بالعقوبة. لا طبعا هيبقى في قرارات، ماشي يعني لما يكون في اخطاء على الاقل عشان دي ما تتكررش، يعني ما تتكررش في ماتشات تانية مع النادي ده تحديدا، ممكن يبقى في مشاكل هيبقى الناس هيبان لنا كل يا استاذ محسن عشان الحكم يستفيد ويطور من نفسه. صحيح، لان احنا الواضح عندنا الحكام ما بيتطوروش. انا برضو بعيد وبزيد، مش السبب في هزيمه النادي الاهلي الحكام، صحيح، بس احنا شايفين اخطاء تحكيميه كارثيه على مدار الموسم الكامل، دوري وكاس. ده صحيح، دي حقيقه، ده صحيح، وعلى بالمناسبه على اغلب الفرق. ما ايوه على اغلب الفرق، وانا قلت كده في بدايه الحلقه، حتى يمكن النادي الاهلي كان له بيان في احد في احد الاوقات، يعني كان بيتكلم ان هو عايزين عداله تحكيميه للجميع، وكان بيطالب بالفار وكلام. ده طبيعي وده دور النادي الاهلي، مش بيتكلم بخصوصه هو بس يعني. تمام، فعايز اروح لخبر اخر. سوبر كوره بتقول ان جبلية يخاطب فيفا لتحديد موعد اعلان اللجنه المؤقته لاداره اتحاد الكره، اخر التطورات في بخصوص كان وفد الفيفا كان المفروض يجي بكره يوم 20 اللي هي الزياره الثانيه، كان خصوصا بعدين كان هيجي بكره ان شاء الله. فهم طبعا اعتقد الفيفا خاطبت الاتحاد المصري او الكره المصريه، قالوا لهم ان احنا في خلال 10 ايام هنيجي ان شاء الله، ناجلوا القدوم. هم طبعا المسؤولين هنا في مصر او مسؤولين الكره اهتموا بده لسبب، لان الوقت ضيق جدا، واحنا يعني اهم قرار عايزين تاخده هو تعيين مدير فني للمنتخب. ان انت عارف المنتخب هيبدا تصفيات امم افريقيا 2021 في بعد شهرين، في اقل من شهرين خلص، انه في اول اكتوبر يمكن 9 يمكن 8 مش متذكر، يعني اقل من شهرين، شهرين الا. فانت مزنوق جدا 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 في الوقت، ومحتاج مدير فني يجي عشان طبعاً يكمل المسيره. هو ده الخبر اللي معايا من الفجر الرياضي كمان، بيقول لك مدرب منتخب مصر يورط المحترفين. انت المفروض تبقى للائحه الفيفا قبل اول مباراه دوليه ليك قبلها ب 15 يوم تستدعي المحترفين. احنا خلاص قبل المباراه تقريبا احنا على المعسكر، هيبقى يوم 2/9 لغايه 10/9 في ماتشين تقريبا المفروض، او ماتش يعني ما حدش استدعى محترفين، لان مفيش حد استدعي. صحيح، ما دي مشكله، عشان كده نتمنى ان شاء الله وفد الفيفا يجي سريعا عشان نحل المشكله دي، والعجله تدور واللجنه المؤقته تقوم بمهامها ان شاء الله على اكمل وجه، عشان حتى اهم قرار في الكره المصريه في الفتره اللي جايه دي هو اختيار المدير الفني لمنتخب مصر. الاقرب مين؟ طبقا لمعلوماتك انت يعني؟ لا الاسماء ما خلاص محصوره يعني، كابتن محصوره بس اكيد في حد منهم اقرب يعني، شايف بنسبه كبيره كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري اقرب الاسماء المطروحه يعني. طيب قرعه الدوري ده من بوابه فيتو، بيقولوا اتحاد الكره قال ان قرعه الدوري هتكون بعد 10 ايام. ايه اللي مأجل الموضوع ده شويه؟ مش عارف. مش عارف، هم حتى السنه دي عاملين حاجه كويسه جدا، ان هم قال لك هنحط الجدول كله او ثابت بشكل، لان هم طبعا بيتلافوا المشاكل اللي حصلت السنه اللي فاتت، انكم بيحطوا لك ثلاث اربع ماتشات بثلاث اربع ماتشات بشكل طبعا اثر حتى على المسابقه بشكل سيء جدا. المسابقه بتاعتنا دي دخلت التاريخ، قعدت سنه كامله الا يومين يعني، اول ماتش لاخر ماتش من الزمالك وبتروجيت للاهلي والزمالك في اخر مباراه سنه كامله او 364 يوم او 363 يوم، دي ما حصلتش في العالم يعني، دي البطوله الاطول في التاريخ. لازم يتم تلافي المشكله دي في الجدول اللي جاي، في البطوله اللي جايه لازم الجدول يتعمل طبعا غير موجه، ومفيش بقى الكلام ده بالظبط، هو خلاص بقى اعلنوا على والبطوله للاخر يعني. انت شايف الرزنمات اللي نازله بتاعت دوريات اوروبا كلها للاخر لاخر اسبوع، حتى ما كانش في ما حددش الميعاد، بس حدد لك ما حددش الميعاد والوقت في اخر اسابيع في بعض الدوريات كده زي الدوري الاسباني، لكن مفيش مشكله، راح محدد لك انت عارف انت تقابل مين من الاسبوع الاول لاسبوع 38 في دوريات انجلترا وفي دوريات اسبانيا والمانيا وكذلك يعني. طيب منتخب اليد بتشوف ازاي الانجاز العظيم؟ عظيم جدا، شيء عظيم جدا، وبصراحه طبعا مهزله قصه المكافئات اللي احنا بنسمعها 90 دولار والكلام ده اللي هو 1500 جنيه، طبعا ده كلام فارغ، اكيد اكيد ان شاء الله هيتم تلافيه دي. هو اليوم السابع تقول ايه؟ ان 1,800,000 جنيه اجمالي مكافئات ابطال اليد، يعني حوالي 100
و 12500 جنيه لكل لاعب. ماشي ده يبدو طبعا مقبولا جنب 1500 طبعا, طبعاً. شباب ناشئين وبتاع وكنت اتمنى ده تنقل اللائحه بالمناسبه. في كمان حاجه قررتها النهارده, هم عاملين لائحه للظهور الاعلامي ان صحت فدي كارثيه يعني. ماشي انا معاك ان انت تعمل سعر طبعا للعيبه وكده بس وتستغل الحدث, بس الناس دي مش معروفه, الناس دي مش معروفه على الشارع, الناس عايزه تشوف الابطال اللي فرحت. صح. الناس مش اللي فرحت, احنا ما بنشجعش كره يد يعني, يعني مثلا في ناس ما بتشجعش كره اليد او مش مهتمه بيها قوي, بس لما تشوف منظر منتخب نيجيريا وقاعد بيشجعك بره ورافع علم مصر, والله احنا حاجه ما كنا هنعملها, لو احنا ما كناش هنعملها. صح. حتى لو شجعت مش هتشيل علم نيجيريا, لكن انت شايلين علم مصر طبعا تضامنا مع الماما افريقيا زي ما احنا عارفين, لكن بيخش ويشجعهم في ارض الملعب على اساس ان هم مشجعين ناقصين يشيلوهم على اعناق ويلفوا. الناس اللي عملت لنا كده لازم تتكرم. من ضمن التكريم انا النهارده لما اتفرج اما الاقي مدرب اليد اما الاقي اللعيبه هخش اشوف الناس دي يعني. صح. لكن لما تحط انت تسعيره, في قناه ولا اثنين ولا ثلاثه يقدروا يعملوا ده والباقي مش هيعمل ده. وبعدين انت النهارده عندك احداث جسام كره القدم بلا شك هي اللعبه الشعبيه الاولى طبعا. انت عندك بطوله افريقيا شغاله, دوري ابطال وكونفدراليه اهلي وزمالك ومصري وبيراميدز, عندك سوبر افريقي, عندك سوبر محلي الله اعلم مصيره ايه, عندك دوريات اوروبا اللي هي العظام الخمسه الكبار دول انجلترا والبريمير ليج والاسباني والايطالي والى اخره. فانت مش هتلاقي الاهتمام قوي بكره اليد, فانت ما تصعبهاش باللوائح اللي انت حطها. ممكن يكون في دعم مادي من وزاره الشباب والرياضه او ايا كان, بس اللعيبه دي او الناس دي لازم تظهر وتظهر مره واثنين وثلاثه, ياخدوا حقهم, ياخدوا حقهم عشان الناس تعرفهم. فاللائحه ان صحت فيها عوار بصراحه, اتمنى ان يتم تعديلها او يشوفوا لها حل يعني. هم ان شاء الله كمان هيوصلوا الساعه 2 الصبح صباح الغد ان شاء الله, يوصلوا بألف سلامة واستقبال هيكون رسمي. نشكرهم طبعا على الشعب المفرحين طبعاً. طبعا طبعا الف مليون مبروك لكل المصريين يعني. اكيد يعني. عايز استفاد بوجودك ونروح نتكلم عالميا شويه قبل ما نروح للنادي الاهلي بقى, ناخد وقتنا في النادي الاهلي. الوطن سبورت بتقول لك تصريح ليورجن كلوب بيقول ان صلاح وماني وفيرمينيو يصنعون الفارق دائما, وان هو بيحمد ربنا ان هو عنده هذا الثلاثي. ده صحيح طبعا, يمكن ده ظهر بشكل كبير جدا في مباراه السوبر الاوروبي لما لعب الشوط الاولاني بدون فيرمينو مثلا, اللي كان فيه تسيد لفريق تشيلسي على غير العاده. انت كنت كسبان اول مباراه في الدوري الانجليزي 4-1, وتشيلسي كان خسران اول مباراه في الدوري الانجليزي 4-0 قدام مانشستر يونايتد باداء كارثي. بس الناس كلها قالت ان بعد حتى بعد مباراه السوبر الاوروبي ان في مدرب جاي صاعد واعد اللي هو فرانك لامبارد, رغم انه خسر الماتشين. صح. لكن بصراحه كان عامل في فكر في الملعب يعني. الناس مش كل الكره مش مكسب وخساره وخلاص يعني, العمليه مش كده, لكن انت شايف في اداء في الملعب. فيمكن الجزئيه دي خلت يورجن كلوب في المباراه دي نفسها يصحح اخطائه مع الشوط الثاني لما خرج. بالظبط, لما هو خرج متاخر بهدف راح مغير بقى وراح ملاعب لعيبته بقى فيرمينو اللي هو المثلث اللي انت اصلا طلع شامبرلين ساعتها تقريبا ونزل فيرمينو, فعدل له الكفه والامور مشيت معاه. ان كانت بقى حتى بضربات جزاء, بس انت على الاقل بقى حتى شكلك كويس ولعبت بشكل كويس وفزت في النهايه, فده طبعا تصريح في محله. وشايف ان السنه دي يعني اتمنى طبعا, شايف واتمنى ان فريق ليفربول هو الاقرب للفوز بالبطوله. عليه بعض علاج بعض يعني الامور الصغيره, بطوله الدوري, بطوله الدوري حتى لو ما عملوش ولا تعاقد في الصيف. ما هو دي بقى اللي بكلم حضرتك فيها. شايفها ميزه؟ لا مش ميزه, ان هو يظبط في الامور دي في يناير. في يناير. زائد ان عندي وضحت ايه المشكله في اصابه اليسون بيكر. اليسون بيكر هو لما اصيب جت طبعا على طبق من ذهب لادريان. طبعا النهارده مش المشكله في اليسون بيكر, ماذا بعد ادريان؟ هي دي المشكله, هي الكارثه. طب ادريان ده ما ممكن يتصاب, ممكن يتصاب فعلا من جوه. واحد من الجماهير لما نزل يحتفل مع فرقه الملعب ماشي, طب هتوقف مين بقى؟ هتوقف لاعب او عنده اثنين كده صغيرين مش برضو بنفس المستوى. فهي دي المشكله اللي لازم يعالجها الفرق الكبيره اللي عندها. كمان غلط غلطه كبيره قوي في ماتش ساوثامبتون, الجون اللي بتاع ساوثامبتون ادى الكره للمهاجم حطها جون معلش يمكن بس عشان يمكن كان اول دخول ما كانش متوقع, ده راجل جاي مش في دماغه اصلا يلعب. ده الثاني اللي هو مينيو ليه ده اللي هو مشي. لا لا مينيو ليه طبعا اللي مشي, وانجز اللي احرز الهدف بتاع ساوثامبتون. انا فاهم, بس هو ما كانش جاي يلعب اصلا, هو جاي يقعد على الدكه مش اكتر. طبعا لانه قبليه حارس عظيم اليسون بيكر, حارس ده يعني طبعاً. لكن حدث ما لم يكن احد يتوقعه طبعا, وحاجه وارده جدا انه يتصاب فنزل لعب. فسبحان الله في 10 ايام غيرت تمام من لو تتذكر قبل مباراه السوبر الاوروبي ب 10 ايام كان هو بلا فريق. صح, كان بيتدرب مع نفسه كده, قعد وخلص مع وستام في 1-7 بالظبط, وما اتجددش ومع نفسه. هو كمان كبير في السن تقريبا 32 سنه, فجت التعاقد ده سبحان الله يعني, جه كده من الهي. بعدها ب 10 ايام كان بيشيل كاس السوبر الاوروبي, حاجه طبعا ولا في الخيال. او هي دي كره القدم, ما حدش يقدر يتوقعها في اي حاجه. فمن ضمن عيوب ليفربول الجزئيه دي, لازم
يعالج يبتدي يعالجها من دلوقتي عشان في يناير يبقى ترميم الفريق. نشوف ماني وصلاح المنافسه اللي ما بينهم ازاي، خصوصا ان ماني البعض بيتوقع ان هو الموسم السنه دي كمان بتاعه يعني. والله هي عامل مستوى رائع. بصراحه هي تصب في صالح سيدي ماني بكل امانه. يمكن السنتين اللي فاتوا بصراحه صلاح اكل الاخضر ولابس منه طبعًا. بكل امانه يعني طبعا دي حاجه تسعدنا أكيد. لكن هو لعيب قوي، لعيب ممتاز، الناس كمان متعاطفه معاه اكتر بسبب وجود منتخب السنغال هنا واللي عمل. حتى شفنا يعني في لقطه مهمه جدا لما المدرب بيطلعه هو اللي جاب الجونين، لا وطالع لا تذمر ولا دي ولا اي حاجه، لا لو خدنا بالنا هو بيدي التيشيرت للولد بتاع بتاع جامع الكرات بشكل حتى وبيهرج معاه وبضحكته الجميله دي، لا هو واخد تعاطف كتير مع الناس. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو بيأدي اداء عالي جدا كمان السنه اللي فاتت، ما ننساش ان هو واخد لقب الهداف مناصفه مع صلاح وطبعا بيير اوباميانج، لكن هو السنه دي بنتوقع له افضل من كده، عشان كده الموسم ده يكون صعب جدا 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 لمحمد صلاح، لان محمد صلاح وصل للقمه. القمه الوصول اليها صعب ولكن المحافظه عليها اصعب. فدي المشكله بتاعت صلاح. عايز اخر خبر محلي او عالمي عفوا عايز اتكلم فيه معاك، وهو فيما يتعلق بنيمار وكلام كتير جدا برشلونه ريال مدريد. النهارده توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان قال ان نيمار مش هيمشي من باريس غير في حاله واحده، الحاله الواحده اللي هي ايه؟ ان هو يجيب بديل لنيمار. ممكن يكون قصده على ان الصفقه تكون تبادليه سواء مع برشلونه او ريال مدريد. بتشوف الوضع ازاي؟ اعتقد مش هتبقى تبادليه مع باريس سان جيرمان، مع برشلونه، لان كوتينيو طبعا راح بايرن. ممكن تكون في مع ريال مدريد، بس باريس سان جيرمان هيعوز لاعب رائع جدا اللي هو لوكا مودريتش. اعتقد هو ده. هو ريال مدريد عايزه تديهم لوكا مودريتش، لكن اعتقد باريس سان جيرمان بيفكروا في فينيسوس اللي هو اللاعب الوينج ده برضو البرازيلي الصغير في السن رائع جدا. وده ممكن يحصل لان زيدان مش عارف مش مقتنع بيه ليه يعني. انا بس هو لعبه اساسي المباراه الاخيره، لعبه اساسي، ما هو لعب بالاساسي هو واضح كده هيدي يا اما بيل يا اما خامس يا اما مودريتش يعني واحد منهم. ما اعتقدش بيل، ان بيل واضح ان هو ايه هيخش في الليله قوي، وخامس لا ده خامس لسه جاي وهو عايزه، وكمان زيدان بيحب خامس رودريجيز. لكن اعتقد انا كمدريدي ما اتمناش طبعا الواد خيسوس ده بصراحه ينزل، لانه لاعب رائع جدا. لاعب شاب فينيسيوس فينيسيوس قصدي، لاعب رائع جدا جدا جدا، بسم الله ما شاء الله، موهبه عاليه طبعًا. جدا يعني عايز حد يثقلها. انا مش عارف زيدان ليه مش مقتنع بيه قوي او مش بيحبه، مش ان شاء عارف. الله يقتنع بيه يا رب ان شاء الله. مدريدي برضه زي طيب نروح للاهلي بقى سريعا. بتشوف الوضع ازاي في النادي الاهلي دلوقتي بعد اقاله مستر مارتين لاسارتي، ورؤيتك للمرحله اللي فاتت ولما هو قادم ان شاء الله؟ يعني اسعد حاجه حصلت في النادي الاهلي هو اقاله مارتين لاسارتي، مش عشان هو ضيع كاس مصر او ده كاس مصر قد لا يعني الكثير للنادي الاهلي، ممكن تكون الهزيمه من بيراميدز هي الاكثر تاثيرا عند الجمهور الاهلاوي من فقد البطوله نفسها، لكن خلاص ما حدث انتهى خلاص واصبح ماضي. الجميل في رحيل لاسارتي ان هو لاسارتي كان هيضيع مجهود كل النادي الاهلي اللي الهدف الاكبر النادي الاهلي هو بدور ابطال افريقيا، مش عايزه كلام طبعا. كل التدعيمات دي ما تقوليش عشان الدوري، الدوري اللي يجي لوحده النهارده خلاص، ما بقتش انت بتلعب عشان الدوري، الدوري انت بتقعد قاعد بكل عصارات لاسارتي دول، الدوري بيجي لك لحد عندك، المنافس بيديه لك زي الدوري ده عشان بس نكون منصفين. لكن البطوله اللي انت بتلعب عليها هي المهمه، هي دوري ابطال افريقيا. بوجود لاسارتي ده بالفكر ده بالعقليه دي، لا ما كان يضيعك زي ما ضيعك السنه اللي فاتت وطلعك بفضيحه من البطوله. الدليل على كلامي مش كده، هو النادي الاهلي عمل معجزه ان هو ابقاه بعد الخماسيه صن داونز، يمكن تحت بند انت بتشوفها معجزه. معجزه ده كان لازم يمشي، لان هو مش فكره سواء يعمل لك اسوء من كده ايه. اي حاجه جايه هو بالنسبه له كويسه. وبعدين لما خناقته في المؤتمر الصحفي مش ببص لها كخناقه، لما قال لك مين البطل على الدوري، بطل الدوري يعني. هو انت مفكر ان الناس دي عايزه الدوري؟ هو انت هو ده هو سواء ايه جاي بقى من اوروجواي، فمتخيل بقى ايه انا رايح مثلا هدرب في كولومبيا فاخد الدوري بتاع كولومبيا من المنافس مثلا، لا ده مش الهدف. انت قبل ما تيجي الاهلي واخد 40 دوري بالظبط، صح. انت ال 41 بتاعتك دي عاديه، ولو ما جاش ما فيش مشاكل برضه عادي، ما الاهلي خرج من كاس ما عندوش اي مشاكل، صح. انت افلست، هو راجل مفلس، واضح ان هو مش قاري الدنيا، ما استفادش حتى من الاخطاء. يعني لما معجزه النادي الاهلي اداره الاهلي ان ابقت عليه، هو ما استفادش من ده. هو اتعامل معاه ان هو مش هيتغلب خمسه بعد كده. طب وانت عمال تطلع هو لا هو اتعامل معاه لانه هيستفيد من اخطائه، وعلى ان الاستقرار هيقوده لتعديل افكاره، وكل دي امور وارده. انا عايز اقول لحضرتك مسيره لاسارتي مع النادي الاهلي تعرض لست هزايم. الست هزايم لو تبص لها مش فكره ست هزايم، والله ممكن يبقى 10 هزايم ومنطقيه، لكن الست هزايم كارثيه. ليه كارثيه؟ الثلاث هزايم محليه وثلاث افريقيه، ثلاث محليين من بيراميدز. ده انت دخلت فريق بيراميدز مع كامل تقديري ليه التاريخ، بالاصبح اول فريق يفوز على الاهلي اربع مباريات متتاليه، كاس ودوري ودوري وكاس، لا اربعه
واحده فيهم تحت مسمى الاسيوطي طلعك من كاس مصر السنه اللي فاتت. انت بتتكلم على كاس مصر السنه اللي فاتت من دور ال 16 برضه، وبعدين اثنين دوري وواحده كاس، فانت طالع حتى قدام اربع مديرين فنيين، انت لوحدك خسران ثلاثه. عشان كده انا حتى يمكن كتبتها في الارام، البيراميدز يهزم الاهلي، الخبر ده كان قبل سنه مفاجاه مدويه، النهارده مش مفاجاه مدويه لان بقت رابع فوز على التوالي. هل ده يعقل؟ هو افلس في دي ثلاث هزائم اللي كنت بتكلم عليهم محليا، الثلاثه الافريقيه كارثيه، انت اتغلبت من فيتا كلاب، اتغلبت من سيمبا التنزاني بره ارضك، انت ما حققتش فوز بره ارضك. سيمبا هنا خمسه انت كسبانه خمسه وخسران بره واحد، وكسبان فيتا كلاب 2-0 وخسران برضه مش متذكر واحد. واحد. وبعدين حتى شباب تصور فريق الجزائري المكافح، او انا بسميه وليد الجزائر، له فريق انشئ من 10 سنين، كان كل حلمه قال لك يوما ما سناتي بالاهلي هنا، وفعلا جو حاجه تحصل. انت متعادل معاه في الوقت المتاخر مش الوقت القاتل بهدف ندفع، انت كنت اخر 1-0 ولولا ان رايه التسلل الحكم الرايه او حاجه كان متيقظ رفع الرايه لهدف اللي هم سجلوه في الدقيقه 92 كنت برضه الهزيمه بفضيحه مع كامل التقدير للمنافس حقه تماما. لكن انت دول ادي خسارتين في بطوله افريقيا، انت ما كسبتش بره الثلاث ماتشات اللي تلعبت اربعه بره، شربت بصوره انت تعادلت بالعافيه، اتغلبت من سيمبا التنزاني، اتغلبت من فيتا، واتفضحت قدام سان داونز. من يتذكر مباراه سان داونز؟ انت مش غلبت انت مش خسرت خمسه، انت خسرت خمسه وربنا نجاك من ثلاث اهداف على الاقل. يعني كنت تفر ثمانيه جدا في الحقيقه. الشناوي طلع كورتين وكره في العارضه وكره في القائم، لا طلع كوره يعني ثلاث كور، انا بكلمك على ثلاث اهداف. يعني ده لو فريق عنده نفس طول شويه كان كسبك، بدليل انا مش بقلل منه، لكن بدليل مباراه الوداد اللي بعدها على طول، الوداد اتعادل معاها هناك على ارضه في جنوب افريقيا 0-0، وكان افضل منه كمان، مش ده الفريق اللي يكسب خمسه، ده ما يكسبش حد اصلا، ما يكسبش حد خمسه واربعه وثلاثه، يعني بيفضح النادي الاهلي بخماسيه. ده كان المفروض يمشي لما النادي الاهلي قعدك على صارتي، انت المفروض طول الوقت ده انت تدين للنادي الاهلي بهذا القرار، وعلى الاقل تصحح اخطائك تصحح وما استفدش. يعني انت عمال تتفرج على المباراه، وبعدين لما الناس تيجي تنتقدك تقول من البطل؟ بطل ايه البطوله اللي جات لك؟ هو الاهلي اشتغل بسياسته، الاهلي اشتغل بسياسته ان هو انا لازم اعمل استقرار عشان الاقي نتائج، عشان كده لما النتائج ما تجيش هاخد قرار. عشان كده في النهايه الاهلي كان اروع قرار للنادي الاهلي، ليس لضعف ولا سرت، لكن انت هيضيع لك الفتره اللي جايه. كويس ان ده هو نال منك في فتره الاعداد، ومباراه بتاع اطلع بره دي مش مشكله، المباراه سهله، ونعتبر الاهلي ما لعبش الدور ال 64 ويعتبر الاهلي هيلعب من دور ال 32. اتمنى طبعا النادي الاهلي يجيب مدير فني على قدر طموحات النادي الاهلي. والنادي الاهلي يعني لما جاب لسارة الناس قعدت تقول ما عندوش سي في قوي او ما عندوش، طب ما لما جاب مانويل جوزيه ما كانش فيه سي في اصلا، كان مدرب لانسيس البرتغالي وما كانش فيه، بس هو عنده الشخصيه كان عنده الشخصيه، راجل عارف قرا الليله وقدر يعمل لنفسه مجد في النادي الاهلي، عمل لنفسه عمل مجد برضه النادي الاهلي مع جيل ذهبي. لسارتي فشل في ده، الكره اللي ده هو مش ده هو خلص على رزق امريكا الجنوبيه كمان، ما اعتقدش النادي الاهلي هيجيب حتى من اورجواي تاني او حتى من امريكا الجنوبيه دلوقتي على الاقل. فهو اتمنى طبعا النادي الاهلي يعني ده كان رغم ان هو كمان بيمتلك قايمه رائعه من اللاعبين يعني في الحقيقه. ما هي دي المشكله. يعني انا في وجهه نظري ان جاريدو اللي هو كارلوس خان بصراحه كان احسن منه الاسباني، رغم انه ما كانش معاه لعيبه، كان معاه فرقه مش موجوده تقريبا مع كامل احترامي له، واللي خد الكونفدراليه بفريق ما عندوش احتياطي بره، كان وائل جمعه ساعتها مدير كرة بس كان متأيد في اول موسم، يعني كان ممكن ينزل يلعب. وحتى المدرب باتريس كارترون بصراحه كان رائع جدا، جنب ده ما كانش عنده حاجه، لو عشان الناس بس ما تنساش لو تعمل مقارنه يعني ما بين باتريس كانترون في الفتره اللي كان موجود فيها ما كانش بيشتكي، كانت الفرقه كلها ثلاث ارباع الفرقه كانت في مستشفى الاهلي، هو شغال عمال يلعب برضه ويلعب وبيفوز. يمكن ده اللي كان خدع اداره النادي الاهلي في الوقت ده، ان هي ما عملتش صفقات في الصيف وكمل بقى الراجل، وطبعا خسر في النهايه قدام ترجي خساره منطقيه، لا معاه لعيبه وكمان العقوبات جت عليه حرمته من اللعيبه والارهاب اللي حصل للفريق في رادس وضرب هشام محمد والامور اللي حصلت. مع ذلك لاسارتي خد كل حاجه، وبصراحه ما عملش حاجه، يعني خد اكتر من حقه بكتير جدا. يعني هو مجرد ان هي تذكر ان هو كان مدير فني النادي الاهلي، ده حاجه عظيمه جدا في تاريخه طبعاً. هو بصراحه لا يستحقها، فحسن فعل النادي الاهلي ان هو اقاله. يعني ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله اللي جايه في اختيار المدير الفني الانسب للفريق في اللي قادم واللي جاي ان شاء الله. يا استاذ محسن انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا. كان معانا الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي بالاهرام، اتكلمنا في ملفات كتيره جدا. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله، الى اللقاء.